تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. وفي هذا البرنامج يعني نحاول طرح مختلف المواضيع الصحية والطبية ونفتح المجال أمامكم مستمعينا الكرام يعني التواصل معنا من خلال رسائلكم عبر الأرقام التالية 4006 وأيضا عن طريق الإنستغرام عبر حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai أو حساب نور دبي نور دبي على الإنستغرام. طبعا نحن موجودين معكم في هذا البرنامج، أنا محدثكم محمود يوسف العلي وأيضا معاي في التقديم دكتورة ندى الملا. صباح الخير دكتورة. صباحكم ورد وصباح الخميس الونيس والجو البديع برا. زي يسألونك كم رقم الراديو، خلينا نعيد الرقم عليهم دكتورة. رقم الإذاعة احتمال 93.9 93.9، وللرسائل على 4006 وللاتصال على 600-55-1414. إذن اللي حاب يتواصل معانا على الأرقام اللي ذكرناها من شوية، وأيضا مستمعينا نحن معاكم في هذا البث المباشر على ساعة إذاعية إن شاء الله. الصوت مو بواضح يقول لي نمر بالنسبة لي الانستغرام، فأشوفهم كتبوا لنا يمكن صباح السعادة. عموما مستمعينا اللي كان يسأل عن رقم اعتقد 600-55-1414 تقدر تتصل فينا وتطلع معانا لايف إن شاء الله. دكتورة يعني نذكر بس برابط التأمين الصحي إذا تتذكرينه. تذكرت أنا حفظت من كثر ما أقوله كل يوم. رابط التأمين الصحي يا جماعة www.ishd.ae، يعني من كلمة إسعاد ishd.ae، مثل ما دكتور حيدر يقول وزميل محمود دائما يقول ادخلوا على الرابط تشوفوا كل التساؤلات والباقات التأمينية ومن هم مشبونين بالتأمين وصححوا أوضاعكم قبل انتهاء المدة. طيب الآن ترى المدة ما باقي لها وايد يا جماعة الخير، يعني بعده ما أعلنوا. هذا تحذير من محمود ما باقي شيء، بس أقول لكم يعني اللي ما صلح أوضاعه يصلح أوضاعه as soon as possible. جميل. لازم ندخل انجليزي فرنسي اسباني، يعني يطلع لي واحد فرنسي على هذا بعد انا ثقافتي اسبانيه ايش اسوي. امس كان فرنسي ثقافتك معمول. اليوم غيرت. عموما ايضا مستمعينا مثل ما عودناكم نحن عندنا دائما ما نحاول ان نعطيكم ابرز الاشياء اللي يكتشفها العلم يعني ما بين فترة وفترة في دراسات تقوم بها معاهد ومختبرات عالمية. اليوم نتكلم عن دراسة أعرب خبراء في المخ والأعصاب عن اعتقادهم بأن أبحاث المخ الحديثة ستوجد قريبا أسلوبا جديدا في التعامل بين الإنسان والماكينة يشبه ما تعرضه قصص الخيال العلمي. البروفيسور مانفريد كابس رئيس الجمعية الألمانية لطب الأعصاب يقول يمكن لبعض الناس الآن توجيه الكمبيوتر من خلال قوة أفكارهم فقط، كما يمكن للأطباء التأثير على مزاج البشر وقدراتهم الحركية من خلال زرع قطب كهربائي في مخ الإنسان. ولم يغفل البروفيسور كابس الأسئلة الأخلاقية التي تثيرها هذه المسألة، مشيرا إلى أن الاجتماع السنوي للجمعية سيطرح قضية مستقبل أبحاث المخ والمشكلات الأخلاقية المحتملة. وأوضح الخبير أنه يتم زرع الأقطاب الكهربائية الرفيعة للغاية في مخ المرضى وهم في كامل وعيهم. تخيلي دكتورة، كما يتم تركيب جهاز تحت الجلد يعمل على إرسال موجات كهربائية محددة تعيق دورات معينة في المخ بشكل يمكن الأشخاص الذين يعانون من الرعشة ولا يتمكنون
من الإمساك بالكوب من التخلص من الرعشة نهائيا وشرب القهوة بشكل طبيعي. خلنا نجربها بعدين يا نمر. والله الأمور طيبة، أشوفك داخل طالع على الاستوديو، الصوت زين، يضبط لك الصوت زين. اللي موجودين عندنا على حساب نور دبي خبروني إذا الصوت كان زين ولا لا. عموما كابس يرى أن من الممكن نظريا التأثير الكبير على المشاعر وحركات الإنسان من خلال هذه التقنية، مشيرا إلى الآثار الجانبية لهذا النظام والتي تتمثل في نوبات اكتئاب لدى بعض المرضى، مؤكدا أن من المهم متابعة هذه النتائج التي تدخل في النطاق الأخلاقي. في الوقت نفسه أكد أن هذه التقنية ستمكن البشر من التأثير على الماكينات، وعلى سبيل المثال يمكن للإنسان توجيه فأرة كمبيوتر من خلال التفكير فحسب، وهو ما يعد بوهبة جديدة على العالم الخارجي بالنسبة للمعاقين. يعني تخيل يا دكتورة أنا قاعد الحين أشي أفكر أصك الليت ينصك الليت ينصك أفكر أبغي شيء معين يعني أرفع الفيدر أنزله ولا حط مخرج ولا هم يحزنون بالتفكير. هو طبعا محمود هو هذا موجود في افلام الخيال العلمي، احنا نشوفها ان واحد يتحكم شيء بقوه التفكير بقوه العقل، بس ترى حاليا قبل ما يكتشفون التقنيه في دراسات سووها على اساتذه البوذا او اليوغا الموجودين في تايلاند وفي نيبال، عندهم قدره من قوه التركيز عندهم يقدرون يحركون الاشياء بس بقوه التفكير. فأتوقع هالدراسة بعد مستمدة من هاي قدراتهم العقلية. ترى عقل الإنسان يا جماعة إذا أنت عندك قوة تركيز كبيرة ركز في شيء بشرط أنك تكون مركز 100% ما في ولا فكرة شاردة أو واردة، تقدر تحرك الأشياء بقوة التفكير فقط. فهذا يعني يبين لك قوة العقل البشري. إحنا عندنا اللي يقولك أنا دائما أنسى، واللي يقولك أنا ما عرف أفكر وما عرف أخطط، دماغنا عنده قدرات هائلة، ولكن المشكلة إن إحنا مع الحياة العصرية نفقد التركيز. هذا هو سبب إن إحنا لا نستطيع أن نركز في أعمالنا أو ما نقدر نحقق أهداف معينة لأن ما في تركيز. طيب دكتورة شو تنصحين عشان نحن نركز أكثر؟ طبعا محمود وجود عدد من الأجهزة، 1، 2، 3، 4 هالأجهزة الإلكترونية اللي حوالينا كلها تساعد في تشويش موجات الدماغ الطبيعية لأن كده تطلع موجات، رقم واحد. رقم اثنين أسلوب حياتنا العصر محمود، إحنا نفكر في أكثر من شيء في نفس الوقت، يعني إحنا قاعدين في الاستوديو نفكر الاجتماع ما بعد هذا، العصر شو بسوي، موعد الربع باكر في البر، فالتفكير في كذا شيء في نفس الوقت هو يخلي موجات الدماغ ما تكون مركزة في نقطة معينة. ورقم ثلاثة وأهم نقطة عدم التدوين. يا جماعة أفكاركم المهمة، أنا متأكدة كل شخص عنده فكرة مهمة واحدة على الأقل تمر عليه خلال اليوم، دونوا الأفكار. إحنا ليش دايمًا اكتبوها؟ لأن بهالطريقة تقدرون ترجعونها وتركزون فيها بشكل أفضل بدل ما تكون فكرة عابرة تمر على قشرة الدماغ الخارجية. لما تكتبونها يتشارك فيها أكثر عن حاسة واحدة فتستوي أسهل في الإنجاز. طيب كان في رسالة تقول صباحكم سعادة، طلعوا برا على الجو حلو، أخوكم بروضة الفلاسي. يا ليت والله بروضة لو نسوي الحلقة في الهواء الطلق، بس ما يستوي. عموما اقتراح فقرة صحة وسعادة أن تعرض على شاشات المستشفيات للهيئة، هذا الاقتراح إن شاء الله الجماعة يعني بدوا فيه. صحة وسعادة تلفزيوني موجود ترى. ايه صحة وسعادة تلفزيوني الإذاعة إن شاء الله يا رب نطلع معاكم لايف على التلفزيونات إن شاء الله. عموما أيضا الدكتورة بما أننا نحن نتحدث عن تحسين القدرات العقلية، بشرت دراسة جديدة عشاق الشوكولاتة أنه بإمكانهم تناول المزيد من هذه المادة، بعدما أشارت إلى أن تناول الشوكولاتة الحليب من الممكن أن تحسن وظائف المخ. قال الباحث بريان رادن بوش من جامعة وينغيسوت في ويست فيرجينيا أن الشوكولاتة تحتوي على العديد من المواد التي تعمل كمحفزات مثل الثيوبرومين. تعرفين هذه المادة دكتورة؟ والله لا ليس لي. إذا في مادة ثانية والعنتين بعد يقول لك فينيثيلامين والكافيين، طبعا معروف الكافيين. أوضح أن هذه المواد تزيد النشاط والانتباه، وأضاف ما وجدناه هو أنه بتناول الشوكولاتة يمكن الحصول على المؤثرات المحفزة التي تؤدي بدورها لزيادة الأداء العقلي، وأشار إلى أن النتائج الحالية تؤيد أن المواد المغذية التي
أو تنتج باستهلاك الشوكولاتة تعزز الأداء الإدراكي. ولدراسة آثار أنواع الشوكولاتة المختلفة على القدرات العقلية أجرى رادنبوش وزملاء تجربة على استهلاك مجموعة من المتطوعين في 4 مناسبات مختلفة لحوالي 85 جراما من الشوكولاتة شوكولاتة الحليب و85 جراما من الشوكولاتة السوداء. وبعد فترة هضم 15 دقيقة أكمل المشاركون مجموعة من الاختبارات التي أجريت عليهم باستخدام قاعدة بيانات خاصة بعلم دراسة الأعصاب مسجلة على جهاز الحاسوب ومصممة لتقييم الأداء الحركي بما فيها الذاكرة ومدى الانتباه وفترة رد الفعل وحل المشكلات. كشفت الاختبارات أن النقاط المركبة للذاكرة اللفظية والبصرية التي كانت أعلى بشكل ملموس بالنسبة لشوكولاتة الحليب عن الحالات الأخرى، كما ارتبط استهلاك شوكولاتة الحليب والشوكولاتة السوداء بتحسين السيطرة على الانفعالات وفترة رد الفعل. شو رايك؟ والله شوف محمود، مادة الكافيين نفسها أنا شفت أخونا جمع بن ثالث وأنا داشة جابني شال الكوفي قال دكتورة مو بصحي الكافيين يا جماعة. خلوا النظرة السلبية للناس لما يتكلموا عن كثرة شرب القهوة ويأثر على القلب، ولكن الكافيين نفسه بكميات معتدلة ترى نسميه إحنا يشحذ الفكر. شو يعني يشحذ الفكر؟ يعني يخليك يعني تركز لما نفس لما البرد يعني يخلي فكرك حاد أكثر ومركز أكثر. في دراساتها على هاي، زائد إن كمية معتدلة من الكافيين ممكن ينظم ضربات القلب وينظم لك ضغط الدم في كميات معتدلة. شو يعني كميات معتدلة؟ يمكن أقول كوب إلى كوبين من القهوة في اليوم لاحتوائها على الكافيين. الدراسة هذه مو حفلة حق مرضى السكري اللي يبون هذه دراسة حجة عشان يأكلون شوكولات. لا يا جماعة، نمسك بريك شوية. تأخذون الشوكولات. والله عطار البريك نبغى نمسك بريك. في فاصل. إيه. عقب الفاصل. عقب الفاصل نكمل. شو رأيك؟ فاصل مستمعين وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة لدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا، قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع الكافيين دكتورة، وكان في سؤال على الكافيين الرياضيين بالنسبة اللي يروحون الجيم في كميات معتدلة زين، بس ما نكثر منها لأن اللي يروح الجيم دقات القلب عنده أوريدي تكون عالية، فما نبغى زيادة الكافيين يسوي خفقان أو زيادة في ضربات القلب فوق المعدل الطبيعي. طيب كلامك صحيح دكتورة، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. يعافيك حبيبتي. الصوت واضح، شكرا. في سؤال يقول طيب في أشخاص لديهم حساسية للكافيين مثل إصابتهم بالخفقان. صحيح، في ناس عندهم حساسية حتى لو شربوا فنجان واحد من القهوة يجيهم على طول خفقان، فهالناس يفضل يأخذون القهوة ديكاف من غير كافيين. طيب شو صار بالنسبة لنور دبي؟ يعني دوده فينا نمر الصراحة، كل شوية عافد علي يسائر شي، وبعدين شفت عيونه يعني الله يشافيه ويعافيه. مريض حليل النمر. أيوة مريض تعبان. انزين عموما متواصلين معاكم. نعم نمر، أسمى الجناحي معانا يقول أسمى الجناحي كيف حالك؟ هلا يا أسمى. عليكم صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور. صباحك مطر. صباح الأمطار الخير يا رب. إن شاء الله. شو رسالتنا اليوم يا أسماء؟ رسالتنا اليوم، هل أنت راضٍ عن إنجازاتك لهذا الأسبوع؟ قيم نفسك، درب نفسك، تميز بعملك. نحن نحس المتابعين أن كل أسبوع يقيمون أعمالهم، لأن مو بس أنا بخطط وبشتغل، لكن لازم نحن نقيم اللي نحن خططنا له عشان نعرف نحن في الطريق الصحيح ونحتاج نغير التخطيط أو أن نحن نمشي في الدرب اللي نحن نبغى نوصله. صحيح صحيح، كلام سليم 100%. شو اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي؟ شو في ترندين اليوم؟ ان شاء الله بعد شوي بنفتح مؤتمر تابع لمرات تابع لامراض السكري. صحيح. والغدد الصم. صحيح. ان شاء الله هو مستمر على 3 أيام من اليوم الى السبت ان شاء الله. هي ويشارك فيه اكثر من 2500 شخص ومن اكثر من 24 دولة. وراح يكون نقل الافتتاح ان شاء الله لايف على فيسكوب هيئة الصحة اللي هو DHA_Dubai. جميل جميل يا أسماء، وان شاء الله راح نتابعك على البريسكوب عشان نشوف فعاليات هذا المؤتمر ان شاء الله.
إن شاء الله. يومك سعيد يا أسماء. يومكم سعيد. زين يا محمود. شكرا لك زميلة أسماء الجناحي مسؤولة التواصل الاجتماعي عندنا في هيئة الصحة بدبي. سامحوني بس يعني الصوت اللي ما سمعوه على حساب هيئة الصحة، بس كانت معانا أسماء وتحدثت عن بعض الأمور. شو قالت اسم المؤتمر؟ اليوم مؤتمر الطب الغدد الصماء والسكري، الاندوكرينولوجي اند دايابيتس كونفرنس، اللي هو غدد الصماء والسكري من اليوم إن شاء الله إلى يوم السبت. اوكي ثانك يو. عموما مسير موضوع ثاني دكتورة، موضوع جميل جدا احنا نتحدث عنه. هذا الموضوع يعني وايد مهم. وايد دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتمام كبير، تولي هذه الفئة اهتمام كبير حقيقة. هي فئة ذوي الإعاقة اللي تعمل الدولة دائما على تبني الخطط والاستراتيجيات لتمكين هذه الفئة المهمة في مجتمعنا من أداء دورها بفعالية من خلال دمجها في مواقع وميادين الإنتاج ومختلف الأنشطة. وفي الإطار نفسه قبل عامين أطلقت إمارة دبي استراتيجية دبي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020، التي من شأنها تحقيق رؤية دبي بأن تصبح مدينة دامجة خالية من الحواجز وقائمة على إعمال الحقوق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز أيضا وتحمي وتضمن تمكينهم، وتهدف إلى تعزيز المساواة في الفرص للحفاظ على التلاحم الاجتماعي وبناء القدرات المجتمعية وإلغاء التهميش الاجتماعي. أنا أتكلم، تسلمين على منو؟ أسلم على ميثة بن بيان. كلام كبير أنا قاعد أقول. أنا مع أذني معاك وعيني مع ميثة. ما قلنا الحرمة ترمس أكثر من تاسك واحد. زين عموما في ضوء هذه الاستراتيجية تعمل هيئة الصحة بدبي بحرص شديد على تهيئة جميع مرافقها الصحية لتكون مناسبة لذوي الإعاقة، إلى جانب يعني ما تقوم به الهيئة من ابتكار أفكار وخدمات صحية جديدة وذكية لتمكين ذوي الإعاقة على وجه التحديد من أفضل سبل الرعاية الصحية، إلى جانب الخدمات التي تنتقل بها الهيئة إلى منازل ذوي الإعاقة. صحيح. وايد مبادرات. صحيح. وايد مواضيع ما نتحدث فيها مع الدكتورة لطيفة الرستماني رئيس لجنة الجهة الصديقة لذوي الإعاقة في هيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك ورد يا دكتورة لطيفة. صباح النور. طيب دكتورة في البداية خلينا نتكلم عن لجنة ذوي الإعاقة وأهداف هذه اللجنة. السلام عليكم. أول شيء أحب أشكركم على استضافتي في البرنامج. فريق عمل الأشخاص ذوي الإعاقة تم تشكيله في سنة 2016. عندنا طبعا أهداف كثيرة. أهدافها طبعا في البداية تهيئة مباني ومرافق الهيئة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا طبعا في هيئة الصحة تقريبا أكثر من 43 مبنى، مبدئيا جميعها تقريبا مهيئة من حيث توفر المسارات الخارجية، المواقف الخاصة، وأجهزة خاصة لذوي الإعاقة، ولكن نعمل حاليا على تجهيز جميع المباني والمرافق انها تكون مهيئة لاستخدام جميع انواع الإعاقة، سواء إعاقات بصرية، إعاقات سمعية، إعاقات حسية، وايضا نعمل على تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني نعمل على تهيئة جميع موظفين سواء من كوادر طبية أو استقبال أو تسجيل على أنهم كيف يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا أيضا نعمل على توفير التسهيلات والخدمات، من مثلا في خدمات أوريدي يعني موجودة في هيئة الصحة، مثل خاصية الأولوية لفئة ذوي الإعاقة وكبار السن في نظام الدور. هذا طبعا متوفر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية. عندنا أيضا بعض الخدمات التي تم توفيرها في سنة 2016، مثلا توفير زيادة عدد المواقف لذوي الإعاقة في بعض الأماكن مثل الإدارة العامة ومستشفى دبي. تهيئة بيئة عمل مريحة لموظفينا من ذوي الإعاقة. جميل. بتوفير لهم نظام دوام مرن. توفير خدمات زيارات منزلية لذوي الإعاقة. صحيح. أيضا وإعطاء الأولوية طبعا فيهم لهم في جميع الأقسام لتسهيل معاملاتهم. وأيضا تم عمل طباعة وثيقة حقوق وواجبات المرضى بطريقة برايل حتى يمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية من استخدامها. جميل.
عندنا ايضا طبعا وسائل الاتصال والمعلومات اللي هو المواقع، الموقع الالكتروني، التطبيقات الذكيه، جميعها مؤهله لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقه من حيث تحويل النص الى كلام اللي هو سماع المعلومات ذوي الاعاقه البصريه واللي عندهم عسر في القراءه، خاصيه التحكم بالاعدادات، حجم الخط، تباين الالوان، جميل. خاصيات مفاتيح الطوارئ على الهواتف، تحديد العالم لنظام المواقع من اجل تحديد الموقع، موقع المستخدم، مساعده في حالات الطوارئ، خاصية القائم بالرعاية لتمكين القائمين بالرعاية ومتابعة حالة ذوي الإعاقة وكبار السن عن طريق التطبيقات الذكية، وخصائص نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مثل ذوي الإعاقة الكرامية إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. طبعا جميع اللي هي وسائل التطبيقات الذكية جميعها تخضع لتقييم حكومة دبي الذكية. صحيح. جميل. في سؤال وصلنا هني دكتور يقول هل هنالك بطاقات خاصة لذوي الإعاقة لتسهيل خدماتهم؟ طبعا في بطاقات خاصة تطلقها وزارة تنمية المجتمع، هي بطاقة معاق وبطاقة سند تطلقها وزارة تنمية المجتمع. هيئة الصحة طبعا للمواطنين هي جميع الخدمات والتسهيلات بدون حتى من غير استخدام البطاقة. صحيح. ولكن اللي عندهم بطاقات ممكن انه يحصلون بعض المميزات عندنا فيها. جميل. طبعا الخدمات هاي موجهة لفئة مميزة عندنا في شريحة مميزة المجتمع، فكيف تتواصلون مع هاي الشريحة من ذوي الإعاقة عشان تعرفون شو الصعوبات اللي يواجهونها، شو الخدمات اللي هم يطمحون لها او يبونها ومش متوفر حاليا، كيف تتواصلوا معهم؟ في طريقه طبعا طرق عديده للتواصل. اولا عندنا استبيانات هيئه الصحه، الصحه تعمل سنويا على عمل استبيانات رضا المتعاملين من ذوي الاعاقه. هاي الاستبيان تضم رضا المتعاملين من ذوي الاعاقه، استبيانات رضا المجتمع لذوي الاعاقه، خدمات ذوي الاعاقه، استبيانات رضا حتى موظفينا من ذوي الاعاقه. نتائج هذه الاستبيانات من مقترحات او حلول يتم ادراجها وتحديد الاولويات منها وامكانيات تطبيق عدد منها. صحيح. ايضا طريق ثاني هو جميع وسائل التواصل مثل خدمه وصل صوتك، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كلها تاخذ بعين الاعتبار اي اقتراح ياتي لخدمه ذوي الاعاقه. جميل. كيف هل في جهات معينه تتنسقون معاها لتوفير هذه الخدمات؟ لان طبعا الخدمات للخدمات ذوي الاعاقه ما تكون فقط في هيئه الصحه او داخل مباني هيئه الصحه، يحتاج شراكه مع عدد من الهيئات، فشو الجهات اللي تتعاونون معاها لتوفير هالخدمات؟ طبعا مثل ما ذكر أستاذ محمود أن في مبادرة مجتمعية لمكان للجميع، جميع هيئات وحكومة دبي متعاونة لتطبيق هذه المبادرة. يعني مثلا في محاور مختلفة لهذه المبادرة، مثلا محور التوظيف الدامج، محور التعليم الدامج، محور الصحة، جميع الهيئات تشارك في هذه المبادرة. محور الصحة الدامجة مسؤولة عنها هي هيئة الصحة، ولكن بالشراكة مع مثلا وزارة تنمية المجتمع، وزارة هيئة تنمية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الصحة، جميعنا شركاء في تطبيق هذه الاستراتيجية. غير عن أن يعني مثلا هيئة الصحة مسؤولة عن الخدمات الصحية، لذلك خدمات مثلا الكشف المبكر، خدمات التشخيص والعلاج، خدمات التأهيل، جميعها متوفرة في هيئة الصحة. جميل. دكتورة طيفة، شو تحسين في خدمة أو خدمات معينة ملحة تكون متوفرة قبل غيرها، يعني تعطونها أولوية تتوفر لذوي الإعاقة قبل الخدمات الأخرى؟ اولا طبعا مثل اي ما نقول مرض، مثل اي حاله، اهم شيء هي الوقايه والكشف المبكر. جميل. لذلك تعطي هيئه الصحه اولويه كبيره لخدمات الكشف المبكر. جميل. نحن دكتوره في سؤال يعني هل يستقبل المستشفى ذوي الاحتياجات الخاصه من كافه امارات الدوله؟ نعتقد يقصد مستشفيات الهيئه. أي طبعا نخدم لجميع امارات الدوله مثل اي متعاملين اخرين. جميل. طيب دكتورة، يعني ما بين خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، هي الصحة عندها خدمات كثيرة تقوم بها بهذا المجال، منها أيضا عندنا مركز متطور جدا اللي هو مركز العلاج الطبيعي. أبغى أتكلم عن هذا المركز على عجالة، إذا مو مستعيلة ممكن نطلع فاصل ونرجع، شو رأيك؟ أوكي، نطلع فاصل ونرجع؟ تمام. نحن ما نطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله متواصل معاكم. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا متواصلين معاكم عبر بث مباشر على حسابات نور دبي في الانستغرام، وأيضا حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai. حلوة فكرة نقل البرنامج على الهواء مباشرة، هيئة دائما إلى الأمام. شكرا لكم، وفاصل وراجعين. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا نحن كنا نتحدث عن المبادرات التي تقام لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن شوية ما نطلع برا هذا الموضوع. دكتورة لطيفة الرستماني موجودة معنا، سمحي لي دكتورة ندى ما نتعرف على ضيفة موجودة معنا في الاستوديو. ما شاء الله في جروب كبير يونا الاستوديو من جامعة الإمارات، جامعة العين للتكنولوجيا، للعلوم والتكنولوجيا. أنت منو عادة؟ شو اسمك؟ أنا عارف اسمك بس خلي المستمعين يخبروني. اسمي فخيتة محمد الكتبي، تخصص إعلام واتصال، تخصص صحافة. ما شاء الله جميل. إذا شو علاقة العلوم والتكنولوجيا بالصحافة والإعلام؟ سؤال خبريني. الصحافة والإعلام يعني يكون حقها تي ترابط بين العلوم والتكنولوجيا. يمكن تدرين ليش؟ لأن دائما في الإعلام في تكنولوجيا جديدة، في أشياء جديدة تطلع. فأعتقد الآن نحن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي كوسائل إعلامية مهمة في المجتمع، وأيضا الإذاعة لها طعم ثاني. ها بخيتة صح ولا؟ إنزين شو تبغين تقولي لنا؟ أول شيء صباح الخير على على الإمارات كلها. وأنا الصراحة مسرورة أني جيت اللي هي مؤسسة دبي للإعلام. إحنا سعيدين فيك والله وفي جروب الجماعات. مشكورة. أرحب فيها. قولي. وش اسمه؟ يعني ان نحن مسرورين ان شفناكم وتعرفنا عليكم. مشكوره يا بخيته، نحن وايد مستانسين فيكم. ان شاء الله يا رب نشوفك باكر انت والجروب هذا كله عندكم اعلاميين كبار. وكلنا درسنا في الجامعه، نعرف الشعور اللي يحسون فيه. بس يعطيك العافيه انك انت طلعتي معانا على الهواء وتكلمتي. إن شاء الله باكر نشوفك مذيعة كبيرة يا رب. إن شاء الله. منحطك بدال دكتورة ندى بعد. لا نحن بنكون صحفيين بعد. صحفيين بعد. صحفيين. أنا طبيبة لست صحفية ولست إذاعية، ولكن في مجال الإعلام. فعادي مجال الإعلام للموهوب، لأي موهوب، أي حد يقدر يبدأ على الهواء. المجال له مفتوح مهما يكون تخصصه. جميل. صحيح يا محمود. صحيح، عندنا وايد أسئلة موجودة معانا وعندنا مداخلة. نحن مشكورة بخيتة. إذا بتتابعين معنا البرنامج في الاستوديو ولا بتروحين برأيك، أنت اختاري. لكن ما ناخذ هذه المداخلة من أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبو عبد الله تفضل. الله يكرمك يا رب. شكرين جدا على البرنامج اللي بتقدموه. شكرا لك للمتابعة. تفضل. الله يكرمك ويعزك يا رب. كان عندي سؤال لحضرتك، إن عندي ابني يعني زي بيجيله صداع من على فترات متباعدة. فطبعا يشكين ان هو يكون عنده الشقيقة. اوكي. فهو عنده عمره 12 سنة. فكنت عايز احبب كيف ابتدي معاه، وايه اول زيارة تكون مثلا الدكتور مين، وايه الاجراءات اللي ممكن. شكرا لك ابو عبد الله. دكتورة تعيدين سؤال ابو عبد الله عشان المتابعين اللي عندنا في الانستغرام يسمعون السؤال، وايضا رد عليه باختصار عشان نرجع لموضوعنا الرئيسي. إن شاء الله. أبو عبد الله عنده طفل عمره 12 سنة يعاني من صداع على فترات، فهو حاب يسأل عمن يروح أول زيارة وشو مفروض يتعامل معه. طبعاً تشخيص الصداع النصفي مش تشخيص سهل، لازم أول زيارة يودي عند طبيب العائلة، ناخذ تاريخ مرضي كامل، الأعراض كل فترة، كل أي فترة تيلة، أي صوب يكون الصداع، شو الأعراض المصاحبة للصداع، هل في صداع في الليل ولا لا، هل صداع يوعي من النوم ولا لا، يعني هل يصحي الطفل من النوم ولا لا، هل معه ترجيع، هل معه زغلل في العين. في تاريخ طويل ناخذ صداع، يعني الأسئلة نسأل المريض تقريبا يمكن 20 سؤال نسأل المريض عشان نتأكد هو أي نوع من أنواع الصداع. بعدين صداع ترى في الأطفال شيء دارج، مو بشيء نادر، في وايد أطفال حتى في عمر أصغر عندي عندهم شقيقة أو صداع نصفي. والعلاج بسيط طبعا. الصداع تعرف أنه يروح يرجع كل مدة، ما في مثل ما نقول حبة سحرية أنه ما يرجع صداع مرة أخرى، ولكن اختر طبيب العائلة رح تتابع معه، خلي يعطيك تثقيف كامل عن كيفية التعامل مع نوبات الصداع النصفي إذا كان فعلا صداع نصفي، وامشي على كورس الأدوية اللي بيعطيك إياه. في حالة احتاجت الحالة ممكن تتحول على طبيب أعصاب لتقييم الحالة بشكل أكثر،
وبعدها ترجع طبيب العائلة وألف سلام على ولدك. طيب والأسئلة الموجودة على الانستغرام إن شاء الله إذا حصلنا وقت بنجاوب عليها، وإذا ما حصلنا بعد الحلقة نحن نستمر معاكم بنجاوب عليها. نرجع لموضوعنا الرئيسي وهو موضوع ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات التي تقدم في هذا المجال. دكتورة نحن وقفنا عند الحديث عن المركز إعادة التأهيل لذوي الإعاقة. اسمه شيء؟ هي ريهابليتيشن سنتر، مركز إعادة التأهيل، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. أنا شفتي غير اسم. نسيت الاسم، العلاج الطبيعي نسيته. طيب أنا سألت الدكتور عشان تي. سالف وياك دكتور تفضلي. طبعا العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل يتوفر في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وأيضا يتوفر في المستشفيات، مستشفى دبي، مستشفى راشد، مستشفى لطيفة، ومستشفى حتى. جميعها فيها طبعا مو ضروري كل الأنواع، بس فيها أنواع من العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. لو ينا بالتحديد لخدمة إعادة التأهيل في مركز دبي للعلاج الطبيعي، هو يقدم خدمات إعادة التأهيل للبالغين وللأطفال. جميل. يقدم بمعدل 60 إلى 100 جلسة يوميا. ويقدم طبعا في خبرات عالمية وموظفين جدا مؤهلين. جميل. أنواع العلاج اللي يقدمها عندنا: علاج المهني، علاج الطبيعي للأطفال وللكبار، عندنا علاج النطق، وعلاج المائي، وأنواع علاجات أخرى متخصصة عندهم أيضا. جميل. العلاج المائي واحد من العلاجات المهمة في هذا المجال، وأيضا يعني اللي عنده إعاقة حركية دكتورة وايد مهم إنه يتعالج في الماي. يعني دائما حتى الروماتيزم محمود وايد زين، حتى عندهم يوفرون أجهزة مساندة وأطراف صناعية. جميل. يوفرون أيضا علاج بالتكامل الحسي عندهم، وحتى عندهم نوع من الجهاز الأول من نوعه في الإمارات اللي يساعد ذوي الإعاقة الحركية. اللي هو شو هذا الجهاز؟ عندك فكرة دكتورة؟ هو جهاز يعني ما يحضرني اسمه حاليا، بس هو جهاز يعني يساعد ذوي الإعاقة الحركية. هو جهاز كبير يعني، وفي تلفزيون يعني يراوي ذوي الإعاقة الحركية كيف ممكن يمشون، وفي يعني مساعدات مثل الروبورت اللي يساعدهم على الحركة ويخليهم يمشون. إيه بس هو كبير يعني. هم يمشون في مكانهم يعني. مثل تأهيل يعني. عرفته شفنا نحن سوينا له حتى كذلك. في أسئلة دكتورة على موضوع منور دخاترتنا منورين. محمود أنا سألت سؤال فوق، أنا شفت السؤال وبجاوب عليه إن شاء الله، بس بعد يعني بعد البث، لأن سؤالك مو مال البث إذاعي. طيب فرجونا الضيفة شفتوها، شغل الإذاعة حلو، اللي يسمعكم يقول مجابلين بعض وتطالعون بعض، وفي النستا لايف نكتشف أن كل واحد مشغول في أوراقه. موفقين. لا ترى الأمانة يعني هذه اللحظات السريعة الواحد اللي ممكن يقرأ سؤال ولا يقرأ خبر في هذا المجال. طيب دكتورة، في خدمات أخرى لهذه الفئة في مجتمعنا؟ أيوة طبعا. خدمات هيئة الصحة مثلا، نبدأ لو بدينا مثل ما قلت قبل، خدمات الكشف المبكر، الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات الكشف المبكر. عندنا فحص السمع للمواليد في المستشفيات، خدمات الفحص المبكر عن الأمراض الجينية والأيضية لحديث الولادة، والكشف المبكر عن أمراض التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية. أيضا توفر مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمة الزيارات المنزلية لذوي الإعاقة وكبار السن. لو جينا للمستشفيات، مستشفيات عندهم خدمات تخصصية وعلاج من حيث من جميع التخصصات الموجودة، مثلا تخصصات الأنف والأذن حنجرة، يوفرون سماعات، زراعات قوقعة، جراحات متخصصة، عيادات العيون عندهم جراحات متخصصة وعيادات متخصصة، وفي أيضا ذوي الإعاقة الحركية عيادات العيون، عيادات الأعصاب، سواء للأطفال أو للكبار. جميل. وبعدين عندنا علاج مثل ما ذكرنا، علاج الطبيعي وإعادة التأهيل في المستشفيات وفي المركز المتخصص اللي عندنا. طيب أنا باخذ هذه المداخلة من عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. ألو السلام عليكم. يا هلا. السلام. صباح الخير كيف حالك؟ صباحك ورد. تفضل أخوي عبد الرحمن. الله يسلمك. عندي بس سؤالين حسب أعراض النقرس والرومانتيزم. الله يسلمك. أعراض النقرس، يعني أنت اخترت أكبر أوسع مرضين راح نتكلم عن، إن شاء الله أجابك على السريع ما يهمك. على السريع من جاوب. الله يسلمك، لأن عنا شوي شيء بس شو عبد الرحمن ما نعرف النقرس ولا نعم. إن شاء الله. عبد الرحمن أنا طيب. وعدك إن شاء الله خلال الأسبوع القادم نخصص حلقة كاملة عن مرض النقرس وعن الروماتيزم كذلك، شو رأيك؟
بس اليوم خليها تجاوب على السريع زين، سامحنا عاد اليوم ان شاء الله حبيبي طول عمرك. اذا اللي يسمعونا على الانستغرام ويتابعونا كان سؤال عبد الرحمن المستمع عندنا يتكلم عن اعراض النقرس واعراض الروماتيزم، لكن قبل أن نجاوب عبد الرحمن دكتوره خلينا نخلص من موضوع المعاقين زين ذوي الاعاقه. ذوي الاعاقه زين يعني هو المسمى يعني تم توحيده، وهو صح. المعاقين يعني كان المسمى اللي طلعوا فيه مؤخرا، لان كانت هناك في اختلاف على المسميات وكذا. لكن للامانه انا في اكثر من جلسه كنت اقدمها لهؤلاء المنجزين دكتوره اكتشف في بعض الاحيان ان نحن المعاقين امامهم من انجازاتهم للامانه، لان المعاق هو الذي لا ينجز. صحيح. وهذه الإنجازات عالمية. طبعا ما شاء الله عليهم وين ما يكونوا، سواء في عملهم في تعليمهم دائما تلاقيهم متميزين ويحرصون أنهم يكونوا من الأوائل في مجالاتهم. في منتدى دبي الصحي لما استضافوا الأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة والميداليات اللي خذوها، فما شاء الله قدام إنجازهم أنا روحي استحيت، قلت يعني هم قدروا يوصلوا ميداليات أولمبية، يعني يتفوقون على رياضيين من جميع أنحاء العالم وإحنا في ولا رياضة. أنا عن نفسي أتكلم. طيب دكتور كنت تبين تعطينا بعض الإحصائيات عن الإعاقة وبعض الأمور الخاصة بالمعاقين. بالنسبة للإحصائيات لوينا إلى متعاملين هيئة الصحة من ذوي الإعاقة، طبعا لوينا متعاملين هيئة الصحة ليزورون مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، تقريبا مؤخرا في السنوات الأخيرة كانت تقريبا 6% من مراجعي هيئة الصحة. أيضا تقوم هيئة الصحة بعمل مسح صحي كل 5 سنوات بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء. تبين من خلال هذا المسح أن 8% من سكان دبي يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة. لذلك هذا طبعا من الأشياء اللي يجعل هيئة الصحة حريصة على هذه الفئة وعلى تقديم الخدمات لها. من ضمن أيضا مبادرة مجتمعي المكان للجميع في برامج و محاور كثيرة إن شاء الله سترى النور قريبا إن شاء الله. وتؤهل هذه الفئة أكثر. بس أبغي أتكلم بشكل بسيط عن مبادرات المجتمعية. طبعا هيئة الصحة تحرص على مبادرات المجتمعية من حيث أن المجتمع ليس فقط يتلقي الخدمات، نحن نعمل يدا بيد مع المجتمع في تقديم الخدمات، من حيث أنهم يعطون رأينا في خدماتنا، اللي يحبونا أو يعجبهم، اللي يحتاج إلى يعني تأهيل أو إضافة. فمن مبادرات المجتمعية اللي قامت فيها هيئة الصحة مثلا عندنا مبادرة هيئة الصحة لفحص نظر طلاب المدارس بالتعاون مع مؤسسة نور دبي هو الكشف المبكر عن الإعاقات البصرية. عندنا مثلا مبادرة رعاية، مبادرة رعاية تقوم ب فحص أو عمل مثل تقييم لبيئة المنازل ذوي الإعاقة من كبار السن، وشو احتياجاتهم، هل يحتاجون أجهزة معينة، تدريب معين لمقدمين الرعاية، وتوفر لهم هذه الخدمات. أيضا نشارك مؤتمرات عالمية مثل ما ذكرت ندى، عندنا منتدى الصحي دبي الصحي، مؤتمر الإمارات المتلازمة الداون تمت شاركت فيه أيضا، وإكسبو لذوي الإعاقة كانوا أيضا مشاركة. جميل. دكتورة أنا ما شاء الله يعني طرشولك وايد مستانسين عليك ومطرشيلك حتى قلوب وكذا. يا سلام. زين بس عموما دكتورة كلمة أخيرة تبغين توجهينا وبعدها ما ننتقل إلى الأسئلة اللي موجودة عندنا هنا، شو تبغين تقولين آخر شيء؟ طبعا رسالة أوجهها للمجتمع سواء كانوا أشخاص ذوي إعاقة، أولياء أمور، زملاء، جيران الأشخاص ذوي الإعاقة، حاولوا دائما تثقفون نفسكم، يعني إذا سمعتوا أي محاضرة أو برنامج أو أي لقاء يخص ذوي الإعاقة انتبهوا له، حاولوا تثقفون نفسكم، تقرون. طبعا في دائما في جميع جهات العمل حاليا تتوفر برامج تدريبية للموظفين على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، فلازم إحنا نحرص أن هم نشاركهم معنا في جميع برامجنا، وهم نفسهم ما يستحون دائما يحاولون يعرفون شو حقوقهم شو واجباتهم. صحيح. ويكونون شركاء معنا في تقديم الخدمات إن شاء الله يا رب. دكتورة لطيفة الرسماني رئيس لجنة الجهة الصديقة لذوي الإعاقة في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذا التواجد. ننتقل دكتورة لبعض الأسئلة اللي جتنا وبعدين منجاوب على سؤال عبد الرحمن كذلك إذا حصلنا وقت، إن شاء الله منحصل وقت. يا ريت وضح لحاملي جوازات جزر القمر هل عليهم تأمين الصحي أو أنهم مستثنين؟ الآن في الفترة الحالية لا، في الفترة الحالية ما عندهم، لكن حسب ما قالوا لنا يعني حسب الوضع
ما عليهم تأمين حتى الآن. لاهين في التلفونات؟ لا مو بلاهين في التلفونات. لا ندور على المعلومات لأن الأسئلة توصلنا ندور. نزيل. راجع المعلومات. في واحد اسمه جودي سألت سؤال بسأله بعد الحلقة. إن شاء الله. نزيل. عمر توني أسمع عن صداع الأطفال. محمود سأل سؤال إن شاء الله. في سؤال كان عن التأمين بعد ما شاء الله منورين نور دبي ولكن لم تحصل جواب. مشاكل التأمين الصحي في دبي مع الشركات وكذلك ربط الشركات التأمين مع دائرة صحة دبي. هذا موضوع تكلمنا فيه أكثر من مرة. الآن أنا اللي أستغرب منه الدكتورة أن الناس يشغلون بالهم في مسألة كيف الهيئة بتحصل المخالفات من المخالفين وما يشغلون بالهم بضرورة وضعهم. بالضبط. زين فلت حاتي نحن يعني عندنا الآلية المناسبة في هذا المجال. هذا واحد. اثنين كانت عندنا حلقة خاصة تماما عن التأمين مثل ما ذكروا لك المتابعين وأيضا كذلك منسوي حلقات قادمة في الأسبوع القادم. سؤال موجه للدكتورة ما هي البرامج التدريبية وكيف يتم الإعلان عنها خاصة هذه الفئة الصم أو مكفوفين وغيرهم لأنهم مستفيدين. أرجع لك الدكتورة شو البرامج كيف تخاطبون يعني كيف توصلون المعلومة؟ بالنسبة للبرامج التدريبية حاليا عن تدريب موظفيننا يعني كيف يتعاملون معهم لكن معهم. كيف نتواصل مع المعاقين؟ أنت ذكرت أنكم تسووا لهم زيارات ميدانية لمنازلهم تشوفون حتى البيئة اللي عايشين وحسب احتياجاتهم الشخص اللي يحتاج يتواصل مع مراكز الرعاية الصحية الأولية صحيح. أو الأهل يعني يتواصلون وإحنا نرتب للزيارات المنزلية يعني طيب. بالنسبة للبرامج التدريبية ممكن عن طريق مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. جميل. أصحاب المراسيم لهم تأمين قلنا ما عندهم حاليا وبتكون في السؤال أسئلة التأمين من أجلها للأسبوع الجاي شو رأيكم نخبركم مثل الحلقة اللي بيكون فيها الدكتور حيدر معانا. جميل. دكتور نرد على عبد الرحمن على السريع الله يخليك. إنزين هو قال الفرق بين النقرس والروماتيزم. النقرس اللي هو يسمونه داء الملوك اللي هو مرض نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الجسم مرتبط كان سموه أعراض مرض النقرس. مرض النقرس أهم شيء نعرف أنه بالعادة يصيب مفصل واحد من الفاصل الصغيرة يعني مثل مفصل القدم الإصبع الكبير في القدم يستوي من غير سابق إنذار فجأة يلاقي الواحد الصبع عنده تورم أحمر وصار حار ومؤلم جدا لا يستطيع تحريكه ويجيك موجات يعني يتم عنده يوم أو يومين ويختفي ويرجع يرد يرجع مرة أخرى. الروماتيزم اللي هو التهاب المفاصل لا بالعادة يصيب المفاصل الأكبر حجما ودائما في معظم الأحيان يكون مرتبط بإصابة مسبقة يكون في إصابة طيحة أو شيء أو أي إصابات الأخرى وتسوي في التهابات في المفصل وبالعادة يصيب الحوض والركبة. هذا باختصار رح تكلمنا عنه بس يبالها حلقة كاملة. طيب ما شاء الله عليك دكتورة لطيفة الله يوفقك. أنا أسأل رد علي فوق زين الحين بطلع فوق وين السؤال أيوة دكتورة أمي من 10 سنوات تحس كلها بدوخة تعالجت بكم مستشفى بس بعدها الدوخة ما راحت عنها ممكن تتصل فيني؟ أنزيل الحين كيف نحن ما خبرك أرقام التواصل معنا 600-55-1414 تصلي فينا أنزيل عندك 10 دقائق نحن ياسين فحاولي تتصلين فينا الحين بس خلينا نجاوب شو أسباب الدوخة دكتورة؟ محمود أسباب الدوخة كبيرة وكثيرة خصوصا في كبار السن ممكن يكون فقر دم ممكن يكون عرض جانبي من الأدوية اللي تاخذها ممكن يكون عندها مشكلة في الإذن الداخلية وفي كبار السن ترى وايد من الحالات مرت علي الدوخة اللي يكون لها عامل نفسي وايد مرتبطة بالعامل النفسي فهي بالك تبين أمك ونقعدها وناخذ تاريخ مرضي كامل ونتأكد فحوصاتها ونراجع كل أدويتها دكتور أنف وأذن حنجرة يشوفها أشعة مقطعية للرأس إذا كانت دوخة من سنين وشديدة معها ترجيع معها زغللة في العين فيبالها بتقول ورك أب كامل. جميل شكرا على الإجابة ونتمنى توسيع البرامج التدريبية لتشمل غير الموظفين خاصة خريجي الجامعات من ذوي الإعاقة ولا زالوا بلا عمل. على اقتراح دكتورة لو أنه كاقتراح إضافة مادة إلى مناهج التخصصات كالطب والصيدلة والتمريض تخص التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها بيزيد الوعي لهالفئة. اقتراح جميل. دكتورة هذه مجموعة اقتراحات قاعدتينا. Guys I'm so proud of about you. ما شاء الله. I'm watch you from Romania Bucharest. ما شاء الله. Welcome. تعرف شو نقول؟ احتمال هي اعتقد ان لان كاتبه ما شاء الله بالانجليزي فاكيد تعرف احتمال تكون انزين عموما اتمنى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد. في سؤال
مال دهنا منجاوب عليه إن شاء الله بعد ما نختم البرنامج منجاوب على هذا السؤال على السريع لأنه ما أقدر أقوله على الهوى. عموما حتى نلقاكم إن شاء الله مستمعينا في القادم من الأيام، يعني متى؟ يوم الأحد. يوم الأحد إن شاء الله. يوم الأحد بيكون عندنا مواضيع كثيرة. أنا أتوجه بالشكر الجزيل لزميلتي في الاستوديو اللي دائما ما تضيف الكثير في للبرنامج دكتورة ندى الملة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا محمود على كلامك الجميل. وأيضا كل الشكر لكل من شارك معنا في هذه الحلقة، وأيضا أتوجه بالشكر كذلك الدكتورة لطيفة الرسماني رئيس لجنة الجهة الصديق لذوي الإعاقة في هيئة الصحة بدبي، نعرفتنا على الجهود التي تقام في هذا المجال. أيضا شكرا نور نزال على كانت معنا في التنسيق، وشكرا بداية لنمر محمد عبده أزعجني ساير داخل على الاستوديو لكن جزاه الله خير ضبط لنا الصوت في الانستغرام. وأيضا كل الشكر لمخرجتنا ميثة بنبيات كانت موجودة معنا في برنامجنا، وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.